عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن ميلا بنت رياض محرز وظهور مميز ليها جدا، واحدث ظهور ليها النهاردة. طيب اللي حطيتها طبعا الفيديو لبنتها، وما شاء الله عليها. في حين انك ما شفتش حاجة حلوة النهاردة ولا شكل ملائكي كده يبسطك، فاتفرج على الفيديو ده. يا رب العالمين للجزائر واهلها يا رب العالمين. واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.